مركز دار الأشعة، أول مركز متكامل للأشعة التخصصية بجميع أنواعها وبأحدث الأجهزة الطبية. يوجد لدينا جهاز ديكسا سكان لونر أدفانسد الأول من نوعه، حيث يقوم بقياس وتشخيص هشاشة العظام وقياس كتلة العضلات وتوزيع الدهون بالجسم. يقدم المركز رعاية طبية من خلال العيادات التخصصية. للاستفسار يمكنكم الاتصال على 091-30-34-12. عنواننا بنغازي، طريق طرابلس مقابل جامعة بنغازي بجوار وكيل تويوتا. مواعيد العمل من 9 صباحا وحتى منتصف الليل، ويوم الجمعة من 12 ظهرا. مركز دار الأشعة، التخصص عنوان. يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. شريف معدن يزكي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وكل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين. رمضان مبارك على الجميع. اليوم 30 رمضان 2021، واليوم اخر حلقه من برنامجكم على الخير. تلاقينا على الخير معاكم طيله 15 يوم رمضان، وتلاقينا على الخير مع ناسنا، مع احبابنا، مع اهلنا، وتلاقينا مع الخير في كل مكان من مغازي. بدايه نحيي كل الناس اللي كانوا معنا داعمين لبرنامجنا، ونحيي الراعي الرسمي لبرنامجنا وهو مركز دار الاشعه اللي موجود في منطقه قال يونس مقابل الباب الرئيسي جامعه بنغازي. نشكر الداعمين لحلقاتنا وهم مجمع العطاء الغذائي، جزار حموده الشيخي، ومحل معتز بعشرين للحلويات، ومحل ابناء جبن الخضروات. كل هالناس اتفقنا مع بعضنا احنا ندير الخير في بعضنا، لكن كان في رساله حلوه هي فقره الاخيره كنا سميناها دي الخير واسع. كم هالرسالة نبو نوصله إن مش كل حاجة تمدها لوجه الله لازم تصورها. فغالولة كانت عبارة عن هدية من برنامجنا، وكانت جولة بنغازية مع ضيفنا، جونا في بنغازي، شفنا جو بنغازي، خذها هديته. أما الفقرة الثانية هي كانت بدون تصوير، مش كل شيء يصور. فتعالوا مع بعضنا نعاد نشوفوا بداية في هالتقرير. نشوفوا نزلنا نحن طبعا بكاميراتنا لداعمين برنامجنا وراعي رسمي لبرنامجنا، وقدمنا لهم شيء بسيط وهو شيء تقدير، ومهما نقدم مش حرفوهم حقهم. تعالوا مع بعضنا نشوفوا نعاودوا في حلقتنا اليوم من على الخير. تلاقينا يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. شكرا كرام، وزلنا معكم مستمرين في حلقتنا اليوم في آخر حلقة من برنامجنا لهذا الموسم. حاليا نحن قاعدين داخل مركز دار الأشعة، الراعي الرسمي برنامجنا، في استضافة دكتور دريس مشيطي رئيس مجلس إدارة مركز دار الأشعة. دريس كل عام بخير وعيدك مبارك. سنة طيب أخونا محمد، إن شاء الله يعود عليك صحة وسلامة. إن شاء الله شهر رمضان الحمد لله مر بخيرة، وكمان شهر الخير والبركة والحمد لله. وإحنا اليوم في آخر حلقة يوم كبير العيد، إن شاء الله أحب أقول لك بشيء كل عام بخير وشكرا لك يعني دعمك برنامج على خير. تلاقي يا سيدي أول حاجة كسان طيبين، إن شاء الله الشعب الليبي كلهم يكونوا طيبين، وهذا شيء يعني بسيط جدا نحن درناه. وانت عارف رمضان شهر العطاء، وهذا شيء عادي يعني نحن درناه يعني مساعدة الناس. يعني كيف شفت أصداء الناس على البرنامج؟ حسيت معجبوا بي يعني. أنت أول حاجة عجبك ولا أنت أول حاجة؟ عجبني صراحة، لا عجبني كويس، لا كويس مستجابين الموضوع يعني بصراحة يعني يطلعوا معك ودهوروا معك، ويعني كانت أجواء جميلة رمضانية
حتى كان هدفنا الاساسي انه هو احنا كفعل الخير مش لازم انه هو كله لما تمد حاجه تبينها يعني، حتى كان الجزء الثاني عدي الخير وانساه انه مش كل شيء يصور في عمل خير. ضيفنا طلع معانا وغيرنا اجوانا، وكانت العائله الثانيه مشينا لها بدون ما نصورها، فكنا نحثوا على عمل خير يكون متواصل بيناتنا بين الناس. هي كانت لقطه لطيفه جدا منكم، و يعني هذا كيف ما قلت حضرتك شهر العطاء، فحاجه بسيطه هذه اللي انت درتوها وساعدتوا بها الناس ان شاء الله جاي افضل باذن الله تعالى. وانت مشكور جدا على دعمك الكامل لهالبرنامج، وما قصرتش من اول ما دقينا الباب لقينا الباب مفتوح ورب ما يغيب. هذا مش قادرك، هذا شيء بسيط من ذات برنامجنا، مش قادر كما اكيد، لكن ولو لمسة وفاء شاكر شاء الله. ان شاء الله انت بخير، من ادريس يوم يقول ان شاء الله. اولا كل سنه وانتم طيبين. نحب نعير على اهلي واحبابي الست الحبايب طبعا اول وحده، و يعني جميع فئه الشعب الليبي كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. طبعا الشباب والصغار وعيالي، فان شاء الله كل سنه طيبين. كل عام بخير وما يغيبك ان شاء الله. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربي الخير عليه. مشاهدينا الكرام، كيف ما قلنا لكم في حلقتنا اليوم، حلقة شكر للناس الداعمة معنا لي ببرامجنا، أخيرا تلاقينا توما مع بعضنا وصلنا لمحل أبناء جملي. طبعا جملي عنده فرعين، الفرع الأول في مفرق الليثي والفرع الثاني في طريق النهر. مع بعضنا توما حنخشوا سلموا مشاهد التقدير، وعلى أقل شيء قدوا لهم على دعمهم لبرنامج على الخير تلاقينا. طبعا اكيد ابن جملي كلهم فوق العين والراس، كلهم سالم وعمر وحرب وشاب كلهم، وقبل ما يغيبكم ان شاء الله كل عام بخير، رمضانكم مبارك. هذا اقل شيء قد منكم على دعمكم لبرنامج الخير تلاقينا، وعلى من تعيد اليوم. والله كل عام وانتم بخير، وكل عام والامه الاسلاميه كلها بخير وسلام ان شاء الله. الله يبارك فيك، بخير وكرم فيكم، رب ما يغيبكم في رعايه الله. هاي السلام عليكم. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليك. حين نرحب خويا فايز بن ابو شيش، راك انت بخير طيب، وان شاء الله تكون طيب وربي ما يغيب. يسلمك بارك الله فيكم، ان شاء الله ديما طيبين ان شاء الله، عاد عليكم بالخير ان شاء الله. من الداعمين الرائعين معنا في برنامجنا، وكان على الخير هو اساسنا، تلاقينا على الخير الحمد لله. وكيف شفت رد فعل الناس في برنامجنا قدنا؟ والله الناس مستقبل الامور تمام وجو كويس، والحق يعني فرحين بكم وبالشيء اللي تديروا فيه، وهذا برنامج واسمه على الخير تلاقينا، والناس هي اللي اكثر فرحه به الحق يعني. تلاقينا على الخير والخير تلاقينا ان شاء الله، وتلاقينا على الخير ان شاء الله. العطاء بفروع الخمسه او الفرع عندنا؟ العطاء بالفروع الخمسه، والفرع بدينا فيه اللي هو ليتي مقسمه الهواتف مفرق البطاس، والفرع الثاني كاين في ارض الحراسه طريق المستشفى العسكري الجديد، والفرع الثالث كاين مجمع العطاء شبنة اللي هو بجوار تجمول، الفرع الثالث كاين في مجمع المرغاد حي السلام. طبعا انا كلهم في سلسله واحده يعني، واليوم ان شاء الله في سلطان اللحوم تابع حتى هو لطريق سلطان اللحوم طريق المطار تابع لمجمع سلسله العطاء. صح، وان شاء الله العطاء يزيد بزياده ان شاء الله. فايز شيء مش غريب عليك، دائما انت فزاع سباق بالخير، فان شاء الله ربي يكون نيتنا صادقه لله عز وجل في هالاجواء الحلوه اللي دنا في الوضع. بارك الله فيكم، ان شاء الله خالصه لوجه الله. من فايز اليوم يقول ان شاء الله لك العمو بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. والله علي اخونا محمد نعيده عليه جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله. بارك الله فيك. مش قادرك، هذا شيء بسيط قد ملك من ذات البرنامج، ان شاء الله كل عام تبقى بخير. بارك الله فيك اخوي محمد، ان شاء الله في ميزان حسناتك ان شاء الله. تسلم المدينه الطيبين، ان شاء الله مع الخير ان شاء الله. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليك. شكرا كان طبعا حلواني ابو 20 له تحيه خاصه جدا من الداعمين الراعيين الرسميين معنا في برنامجنا، علي المغربي ربي ما يغيبك، وشيخ حماد ربي يطول في عمرك ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير صحه السلامه يا رب، ان شاء الله ينعاد على الامه الاسلاميه بالخير والبركه يا رب العالمين.
علي رمضان مبارك وعيدك مبارك طيب، ربي يحفظك ان شاء الله، كل سنه طيبين ان شاء الله، يعود علينا بالهناء ان شاء الله يا ربي. احنا اليوم في ختام برنامجنا على الخير تلاقينا، كل لقائنا على الخير معاكم، وانتم ما قصرتوش علي بجديات مش في وجه، خير غالي وفوق الراس ينحط، وانت عميد ما قصرتش وشهاده لله، كنتوا في الموعد وكان على الخير جديات، كان لقائنا على الخير وانتهى بنا على الخير الحمد لله. ان شاء الله ديما في الخير. ان شاء الله ان شاء الله ديما. من اليوم تقول له ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الناس اللي نعرفوهم كله بدون استثناء باش ما يزعلش حد. ان شاء الله. السنة هم طيبين كله. وعليش نقول له؟ الله ما هذا نورت من 27 على الطعام. على الطعام. هذا الجلوكوز بتاعك على الطعام. على هذا الطبع القديمة. ربي يحفظك. سلمك علي ومن اليوم يقول لك أمي الغالية أول وحدة طبعا ضروري أول وحدة. وعلي هالبنغازي كلهم وهالليبيا ان شاء الله، وان شاء الله عيد طيب علينا كلنا يا ربي. سلمك حميده وانت يا حميده طبعا قبلهم كلهم الله يعزك ان شاء الله. وهذا مش قادر كم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وهذا شهد تقديم من برنامجنا كم ان شاء الله كل عام وانتم بخير ورب يغيبكم ان شاء الله انت بخير. وانتم قادر كم كبير فوق العين والراس. نحن في الخدمه يا حبيبي. الله يسلمك ان شاء الله ديما ايامكم خير، واليوم ما شاء الله المحل حلويات العيد والدنيا هايسه ان شاء الله يوم بخير طيب وانت بخير وفي وقت طول عمرك. سلمك سلمك سلمك. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي تاخذ بيدك يده تربى الخير علي. في حلقتنا اليوم حلقة شكرنا اليوم اكيد حاليا قاعدين في جزار حمود الشيخي حاليا معي عمي صلاح، نقول له شراك العام وانت بخير وعيدك مبارك ان شاء الله باذن الله. كل سنه طيبين والليبيين اجمعين ان شاء الله. امين. طبعا احنا اليوم وصلنا لختام برنامجنا على الخير تلاقينا، وكان لقائنا معاكم على الخير، وانتم ناس صبيت وما قصرتوش معي. وان شاء الله ديما مصبين وديما واقفين على الخير، وان شاء الله مجتمعين على الخير. يا رب ان شاء الله. ومتلاقين على الخير ان شاء الله. اللي بين كلهم ان شاء الله. رمضان عدى بخير الحمد لله. عدى بخير وامور تمام 100 100، والاجواء الحمد لله 100 100، والناس كلها مبسوطه ومتريحه وفضل من ربي للجميع. العيد له جانا خير وبركه. من اليوم عمي صلاح تقول له شكرا انت بخير وعيدك مبارك. الله نقول كل عام كل خير لجميع اللي بين اخوتي وهنا وعربنا والمجموعه الشباب اللي معانا طبعا اللي واقفين في المحل برضو حتى هم لهم وقفة كبيرة ومحسوب عليهم الجهد كله، وإن شاء الله كل سنة هم طيبين وأنتم وداعة الحدث واللي بيين كلهم. ربما يغيبك هذا شيء بسيط مش قادر كم أقل شيء قد ملكم جزار حمود الشيخي على شاكتك معنا في برنامجنا. إن شاء الله إن شاء الله كل سنة طيبين والجميع طيبين إن شاء الله. عيدنا اليوم ان شاء الله كان عندك خير يا حوده. شكرا عندك خير. انت بخير ان شاء الله. نورت في برنامج على خير تلاقينا، وكنت انت نواره معنا. كبر قدرك ان شاء الله ديما في الخير ملتمين وعشر ملتعبتين ان شاء الله. الله يسلمك. ما انت عيد اليوم. نعيدوا على الناس كلها نشم ونعيدوا ونعيدوا على الناس كلها ان شاء الله. ان شاء الله كان عندك بخير. ربي ما يغيب عليك الضحكه يا رب طيبه، وان شاء الله ديما نواره عند ان شاء الله ديما طيبين حتى انت والله. سلمك. ان شاء الله ديما من تقدم لتقدم. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي تاخذ بيدك يده تربى الخير علي. شكرا لهم جميعا على كل ما قدموه، كيف ما قلنا لهم مش حنوقفهم حق مهما قدمنا لهم، ولكن دائما الخير يجمعنا. في طبعا في كل حلقه كان في اجواء جميله، في تجوال داخل البنغازي وضيوفنا خف دمهم واجواءهم الحلوه اضافوا لبرنامجنا الكثير. تو مع بعض نمشي نشوفوا هالاجواء احنا كيف نسمو فيها في لغتنا الاعلاميه البيست اوف، يعني اجمل الاغراض اللي صارت مع ضيوفنا في حلقاتنا قدمناها. نشوفوا هالتغيير ونعاود وخليكم معنا، ما زلنا معاكم على الخير. يبان الاصيل في الشده في وين ما تبي تاخذ بيدك يده تربى الخير علي. يبان الاصيل في الشده. طبعا تو وصلنا البنكينة واجواء الحوت البنكينة غير رمضان. اول حاجه قبل ما اخش على البنكينة، انت وانت والحوت شنو شاطر فيه؟ تعرف الطيب، تعرف انواع؟ اعرف انواع قجوج صاورو هذين نوعين بس. لا تو بعدنا نخش البنكينة ونشوفوا جو الحوت وناخذ حوتاتنا اليوم. يقسم عليك الحوت شريف ما تنازل.
احنا طبعا عصينا جولنا في البركينة وشفنا اجواء الحوت. اليوم عندنا شركه القالية ماما اعطتنا هديه مجموعه تشكيله حلو من الحوت. حنشوف بعضنا. تمام الحمد لله. طبعا بعضنا شديد الكرام حنمشوا لشركه القالية ماما اخونا صديقنا فتح الله طويله ومن ما نعرفش، اعطينا هديه حلوه اليوم لعبد السلام، تشكيله رائعه من اجود انواع الاسماك داخل البركينة. نحضرها نكملوا من باقي حلقتنا اليوم من خير يا جماعه. تمام، هاي توكل على الله. شباني الأصيل في الشدة في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليه، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليه. طبعا احنا توا حنخشوا نخشوا حمود الشيخي. طبعا حمود الشيخي ما هو بالحم تاع سمع ده الجو، ناخذوا نكي لحماتنا. يقسم عليك الكون شريف معدن يزكي. تو جيني هذه محطة من محطاتنا عند حمود الشيخ، يعني ناخذ منها لحماتنا. انت في الوكال شنو اكثر شيء تحب؟ اللحم طبعا، اللحم الحولي الشواء. شواء يا باشا وكل هو تو في ناس شاطر في شراء اللحم، في اللي يقول لك هذه مش عارف شنو هذه تو انا اللحم ما نحبهاش مش شاطر فيه. اكثر قطعه حلوه في اللحم اللي هي اللي شنو احسن قطعه يا حميده؟ الكوستيليا اللي هن صوابع في الحولي. يلا تو احنا نشوف حبيبنا قاعد حايس مع الناس. تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليك، شريف ما دنيزك يوحى عليك الكون، شريف ما دنيزك. يلا طلعنا من حمود الشيخي. تمام، وبنعدي احنا نعدي الحلواني، نعدي الصابري، نعدي الصابريني، عرجون الفل، عرجون الفل. طبعا الصابري غير ديما، الصابري اجواء سمحه بحر بتاعه وحياته حلوه، لكن احنا نعدي وين؟ نعدي الحلواني ابو 20. اي نعم، نجيب حريقة من الوقت. تمام، هاي طاق بسيارتنا. هاي يا هاي خير عليك محال يوم يفوت، يقسم عليك الكون، يباني الأصيل في الشدة في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليك. طبعا احنا عم فتح، احنا اليوم عاد في جولتنا نجول داخل بنغازي، نلف شوارعها، نمشوا الصابري، نمشوا البركه، نمشوا الزواوة، شوف اجواء. تمام، طبعا احنا حاليا جينا عند حلواني ابو 20. تفضل عم فتحي، تفضل خش عندك. السلام عليكم. طبعا عم فتحي حلواني ابو 20 لا يعلى عليه في الحلويات، دائما معروف اسمه، يعني يعتبر من الاسماء الاولى في بنغازي. طبعا الحلو، احنا كل واحد فينا يحب الحلو بشكل معين. انت اختيارك في الحلو لو جيت بتشتري شنو الاختيارات اللي تختار فيه في طبعا فيه؟ انا بحاول بقدر المستطاع ابعد عن البسبوسه، احب الكنافه والجلاش، يعني هو الحاجات اللي هي الجلاش او الكنافه هي الحاجات الخفيفه على قلبي. الجلاش طبعا هو البكلاوه. البكلاوه ايوه، البكلاوه بالتحديد. انا ترجم والكنافه بصفه عامه اذا كان ملفوفه او قطع تقيلة بقى، البسبوسة شوية تقيلة عشان السكريات اللي فيها واجدة كتير. أيوة هي. يلا تعال تعال نشوف شنو حناخذه أو شنو تبي تاخذ أنت من هنا، وتوجي الشاب يغلف لنا هديتنا. يعطيكم الصحة يا شباب. يلا تو احنا شنو؟ تعالي حق فتح. طيب احنا وين حنمشي؟ ربنا يقدرك على الخير ودي مع الخير. هو امين على الخير، تلاقينا البرنامج على الخير. يا هو البرنامج على الخير. احنا وين حنعدوا؟ نعدوا الجبن الغذائيه زي ايه والخضره. ايوه شاطر عم فتح. يلا عم فتح يلا. يباني الاصيل في الشده في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى
طبعا احنا نحيي كده ابناء الجميليه حد داعمين برنامجنا ومجدنا، نحيي اكيد الراعي الرسمي برنامجنا ومركز دار الاشعه في منطقه دير يونس مقابل باب الجامعه الرئيسي. نحن في جولتنا هدفنا ان احنا اول شيء نغيروا اجواءنا ونشوف اجواءنا اللي هي اليوم اجواءنا جت حلوه مع الصاد، واللقاء معك كان جميل والاجمل تواضنا وترحمنا مع بعضنا الحمد لله. هذا خش جو في هالبروده جو شوفوا اجواء خضرتنا ودنيتنا حاجتنا مع بعضنا. لكن من أبناء الجملي تمينا مع ضيفنا اليوم تمام بعضنا حنمشوا للعائلة اللي قلنا عليها وشوفوا أجواء حلقتنا وعلى الخير تلاقينا. الأصيل في الشدة في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. هو الحديث مع محسن لا ينبل. تو انت محسن لما تنزل للبلاد غير رمضان وغير ان عندك شغل وعندك وين تستمخ في بنغازي؟ البحر وفي المسرح. نحكي على المسرح شوي. اي نعم. حكينا على تجربه محسن في المسرح ووين قاعد وين ماشي. المسرح هو الموهبه بتاعي، الموهبه محسن، يعني نادي موهبه واجد لكن المسرح هو الحب، التمثيل هو العشق عندي. من امتى؟ تمام من 2000. من 2000 كانت عباره عن عنك جوك وقعد عندي حاجه كبيره. يعني بدات سكتشك مسرحي بأيام المخيمات في الهلال الأحمر. تمام. بعدها تطور معي الموضوع قعد عشق يعني. باش راك نكمل نقاشنا جو صقع أنا. فيش مشكلة. صقعنا شوية. يمشي صيامه. اليوم بدينا بضغط في الصبح بس الحمد لله ربك رافع حالنا. خير حسين. وزوج عادي. سلام الله. أخبار طيبين صحيح. حتي صحيح. 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 الله يسلمك. الله يسلمك. بسم الله ما شاء الله. اكيد احنا ما ننساش نقدم تحيه للراعي الرسمي برنامجنا مختبر دار الاشعه دكتور دريس مشيت، نقول ان شاء الله كل عام وهو بخير وعدي درنا زحمه. تحيه كده كل الناس اللي معنا الداعمين كيف مجمع العطاء احد الداعمين معنا في برنامجنا. بيدك يدك تربى الخير علي يباني الاصيل. انا خلينا عادي نبي ندور شويه كيف ناخذ حليب ناخذ حاجات للحوش بحشش بروحي. انت حشش بروحك خلاص لا فيش مشكله. انتشروا انتشروا محسن عندي تمام سلمى خلاص تلقى بغادي سمع عليك الكون شريف ما تنايز تو احنا حنمشوا محطتنا الثانيه بعدها حنمشوا خلي والله حنافل يباني الاصيل في الشده في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. شو حال طيبه شو دايره شو اخبار صحتك؟ والله الحمد لله يا ولدي الحمد لله الحمد لله على ما يعطي ربي الحمد لله سلم الرجاله يا مولانا طول الله في عمركم يا بابا ربي معك صحتك وعافيتك. نحن اليوم جايين كنا نهلز مع وليدك جوانا مع بعضنا في بنغازي اليوم ودهورنا معاه وجينا نسلموا عليك ان شاء الله نقول لك الف لباس عليك سلمك والله ما من قدركم والله ما من قدرك ودي ان شاء الله الف لباس عليك واليوم احنا من راعي رسمي برنامجنا من دار الاشعه اكيد علاجك ان شاء الله حيكون على معانا على حساب مركز دار الاشعه في جامعه قدام جامعه بنغازي. اي شيء ناقصك تحاليلك الاشعه الصور بتاعتك كلها ان شاء الله هذه هديه من الراعي الرسمي برنامجنا ان شاء الله الف لباس عليك سلمك يا غاليه يعني ما نفكرك سلمك ان شاء الله يا رب طولت عمرك يا رب ان شاء الله طولت عمرك طولت عمرك ان شاء الله. الاصيل في الشده في وين ما تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي.
طبعا الهدايا بس مش مقتصره على اللي احنا قدمناها لضيوفنا من غذائيه، بالعكس كان معنا مجموعه واجده من الداعمين اللي قدموا لنا مجموعه هدايا اللي وزعناها للعائله الثانيه. كانت في هدايا واجده حلوه، فما زلنا نقولوا ان جمعنا كلنا على حاجه واحده اللي هي الخير. فهالهدايا نحب نشكر كل الناس اللي قدموها لنا اللي دعمونا في طيله 30 يوم رمضان اللي كانوا في البدايه معنا ب 15 يوم الاولى في برنامج كوبون وال 15 اليوم الثاني في برنامج على الخير. كده تعال نشوفوا هدايا اللي وزعناهم في كل حلقه ونشوفوا من يقدموا لنا هالهدايا. جوائز برنامج على الخير تلاقينا. مجموعة مواد كهرومنزلية قيمة وراقية من منتجات سيمبو وجولدن للوكيل الحصري والوحيد محلات ابن جاني نادي الوحدة العربية محل 13. ساعة من أرقى الماركات من ساعات الشيخ مول الشيخ شارع دبي. عطر فاخر من حامل المسك مول الشيخ شارع دبي. جهاز قياس الضغط أو السكر مقدم من شركة الشاملة الطبية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية. نظارة من أفخر الماركات العالمية من دلتا للبصريات بالعون بجانب مقهى البكرش. سلة غذائية متنوعة من منتجات المحاصيل للمواد الغذائية. لبسة نسائية مقدمة من حنائن شارع فينيسيا. كوبون مقدم من لاميس لمواد التنظيف. وجبة متكاملة لشخص مقدمة من مطعم هابي تشيكن. جلسة حلاقة متكاملة من حلاق كينجس. شارع البيبسي فوق جنة الفواكه. حلال البن لأفخر أنواع البن. تشكيلة من أرقى العطور الرجالية والنسائية مقدمة من صيدلية جود لايف الحياة أفضل شارع فينيسيا بنغازي. شركة أوركيدا للخدمات الزراعية. عالخير تلاقينا وانت لاقوا عالخير. وكيف ما قالوا ان شاء الله يا رب ديما عالخير انت لاقوا. والواحد يزعل لما ينتهى الموسم في العمل معاك، ما حد يزعل لما تنتهي ايام الرحمه، لان شهر رمضان شهر مفتوح فيه الخير في كل مكان. رسالتي اليوم نوصلها لكم، يا ريت يكون الخير معنا طول عمرنا. قدموا الخير وانسوه وديروا الشر ورعوه. الخير موجود، ونصيحه ونصح بها روحي اولا ثم الكل، مش كل خير يندار لازم يتصور. الشخصيه المحتاجه او الشخصيه اللي على باب الله او الشخصيه حالتها ماديه تعبانه ما نذلهمش، كل لقمة مدوها لهم. تواصلوا على الخير بشرب يفتحها في وجوهنا، تواصلوا على الخير بشرب يكرمنا ويصلح حال بلادنا، تواصلوا على الخير بيشدوا من الخير بلادنا. الخوه واصل خوه، والأم تود بنتها، والبات يود عياله، والجار يود جاره، والصاحب يصبي مع صاحبه، والخي يحن على خوه. والله يا هو رحم غير بعضنا مش حنالكم. فشرب يجمعنا على الخير معاكم ديما، وإن شاء الله ربي يكون هالموسم موسم خير علينا وعليكم. كونوا قدمنا رسالة الكم ناتي ذاكم وشاكم، لو كان وفقنا فضل عند الله عز وجل، ولو كان قصرنا سامحونا في تقسيم عنا نحن. يعجز لساني عن شكر جميع فريق العمل المصاحب معي في برنامج على الخير تلاقينا، وإن شاء الله نتلاقوا معاكم في برنامج جديد أو الموسم الجاي أو في وين حنكون. وإذا ربي أعطانا عمر من هالدنيا حنكون معاكم. ربي خذ أمانته معنا من ديره. في الختام نكملنا غير السلام، نشكر جميع الداعمين ونشكر رعينا الرسمي، نشكر الناس اللي صبت، الناس اللي فزعت، الناس اللي دعت الخير. وان شاء الله يا رب عيدك مبارك، وبكره ميعادنا في العيد ان شاء الله بجوانا جديده. عيد على كل زملائي في ليبيا الحدث وفي راديو هوانا وكل الناس اللي تعرف محمد شركس. في الختام نكملنا غير السلام، انت في رعايه الله. يبان الأصيل في الشدة في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليه. يبان الأصيل في الشدة في وين ما تبي، تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليه.
المعدن يزكيك.